حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بعد التحية دكتور عبد الله، طبعا أعرب عدد من النشطاء الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من هجوم شنه من يدعي أنه محلل سياسي عبر قناة الجزيرة القطرية على خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، طبعا وتقليله من دور السعودية في حرب تحرير الكويت. ما هو ردك على هذا الهجوم؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدي قناة تلفزيون البحرين. هذا ليس بغريب عن قناة انتهجت وجعلت في سياستها التحريرية الإساءة لدول الخليج العربي، رموز وقيادات وشعوب لم تسلم منها دولة من دول الخليج، البحرين والسعودية والكويت والإمارات، كلها تعرضت لنيران وسموم قناة الجزيرة تحديدا، ثم أذرعتها الإعلامية المختلفة ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي. نعم. جهود الملك فهد رحمة الله عليه تجاه الكويت لا ينكرها إلا حاقد وجاهل ومفسد بشهادة الجميع أحياء وأمواتا. شوارزكوف كان القائد الأمريكي في المنطقة قال ذات يوم، لو لم يفتح لنا الملك فهد موانئ ومطارات المملكة العربية السعودية لم تكن تتحرر الكويت. الملك فهد رحمة الله عليه كان له شهادة أمام الجميع، قال نحن نذهب سويا أو نعيش سويا. مواقف المملكة العربية السعودية تجاه الكويت وتحديدا الملك فهد رحمه الله كانت واضحة جدا. من الظلم الحقيقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله أن يقارن أو يرد عليه بمثل هذا الإنساه الخارج عن الذوق والأدب، ولكن هذا النهج السياسي القطري المرتبك تجاه المنطقة فلا يلام، فالإعلام هو انعكاس للسياسة. هذا المتحدث الذي استضافته قناة الجزيرة مثله مثل غيره من المتحدثين، الأبواق التي تنفذ السموم والشرور في المنطقة وتحاول أن تقلل من المجهودات التي تبذل لوحدة وأمن وسلامة واستقرار المنطقة. وبالمناسبة ليست هذه المرة الأولى، أيضا في أزمة الخليج عام 90 في اجتماع الدوحة عندما تمت أو طلب مناقشة قرار احتلال العراق للكويت، أصر الشيخ حمد أن تناقش مشكلة الحدود مع البحرين أولا وإلا ستعلق الجلسة، ورفض الملك فهد بكل شدة وبكل تأكيد يجب أن نناقش، نحن هنا نناقش قضية واحدة هي قضية عودة الكويت فقط. نعم. فهذا النهج من زمان ليس بغريب على الإعلام القطري تتبناه. نعم. طبعا كونك إعلامي، برأيك ما هي الإجراءات التي يمكن أن أن تتخذها الدول المتضررة من هذا الإعلام، الإعلام المغرض وانتشار مثل هذه الفضائيات التي التي لا تلتزم بأي ضوابط قانونية أو حتى أخلاقية، ومنها طبعا قناة الجزيرة القطرية؟ أنا سبقا تحدثت بهذا الشأن. قناة الجزيرة هي هناك انفلات، لديها انفلات إعلامي كبير جدا، وهي تزعم أنها تتبنى الخط الحرية وخط تحريري مغاير لما يوجد في الوطن العربي. قبل أسبوع تقريبا اجتمع وزراء الإعلام الدول العربية في الدورة 48 تحدثوا عما يجب أن يفعل تجاه هذا الإعلان. أنا في تقديري ليس العرب اليوم أو الدول العربية هي المطالب، هذه القناة تحرر على الإرهاب، تجيش الجيوش وتجنبهم ضد العالم أجمع، وبالتالي اليوم العالم أجمع عليها أن يغلق هذا المستنقع. لن تستطيع أن تقضي اليوم قراءة بوليسية أو شرطية على الإرهاب ما لم تقضي على المستنقع الفكري. الجزيرة رقم واحد هي مستنقع فكري وحاضنة ومموله وناقلة، ذات يوم كانت هي المتحدث الرسمي باسم القاعدة، كانت هي من تستطيع أن تجري المقابلات مع المطلوبين لأمريكا زعماء القاعدة رقم واحد، وكأنها تتجول في فنادق الدوحة، هي من استطاعت أن تصور البغدادي في المسجد الذي يخطب فيه والمخابرات الأمريكية لم تستطع الوصول إليه، أجرت مقابلات مع الجولاني ومع غيرهم من قيادات الرموز سواء جبهة النصرة أو غيرهم من رموز الفتنة ودعاة الشرور. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنها شريك، أنها ممول، أنها ناقل، أنها حاضن، أنها محرض، أحد أسباب الفتنة في العالم وليس في وطننا العربي. نعم. من الرياضة دكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.